احنا دلوقتي نروح مع يارا نتعرف على احداث العالم في مصر وموجزيه، ونرجع نكمل لهذا اليوم لحد اخر النهار في احداث النهار. كل عام ومصر بخير، ومصر اليوم في عيد يا يارا. شكرا الزميل ايمن ابراهيم، ومشاهدينا كل عام وحضراتكم بالف خير. فقره اخباريه على راس الساعه نبداها من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، حيث نظم عدد من المواطنين احتفاليه بالذكرى 34 لتحرير سيناء، وحمل المحتفلون اعلام مصر مرددين العديد من الهتافات المؤيده للقوات المسلحه، مثمنين دورها في الحفاظ على امن واستقرار البلاد. ومن احتفالات المواطنين بالذكرى 34 لتحرير سيناء إلى احتفالات القوات المسلحة، حيث شهدت سماء القاهرة وعدد من المحافظات عروضا جويا لمشاركة المصريين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية. أفاد مراسلنا نقلا عن مصادر ملاحية بمطار القاهرة أنه تم استئناف فتح المجال الجوي مرة أخرى، وذلك بعد إغلاقه لفترة أثناء العروض الجوية. ومن المقرر إعادة إغلاق المجال الجوي مرة أخرى بدءا من الساعة 4 عصرا، وذلك لتحليق مجموعة من الطائرات الحربية ضمن احتفالات أعياد تحرير سيناء. في إطار الاحتفالات ذاتها، شاركت الموسيقى العسكرية المواطنين بعزف المقطوعات والأناشيد الوطنية بالميادين في محافظة الإسكندرية، كما شاركت القوات البحرية المواطنين بعروض من خلال اللانشات والزوارق السريعة والقطع البحرية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان المنشية بالإسكندرية. وفي